السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي. فاليوم هذا الجزء الثاني. في الجزء الأول كنت عملت معكم يعني جولة في بعض أرجاء البيت، وكنت أعطيتكم أفكار كثيرة يعني على الديكور وكذلك على يعني الأماكن أو المحلات من كنا نأخذ بعض الأشياء أو الأثمنة ديالها. فاليوم إن شاء الله غادي تكون تتمت الجزء يعني ديال جولة في منزلي هنايا. خلينا هذيك النهار في هذه البلاصه هذه بالضبط ديال صاله الجلوس، وكما كتشوفوا يعني جات عندي صاله الجلوس. يعني هذا البيت او جميع البيوت الاخيره او هي مؤخرا ولات كتكون اوبن كونسيبت، يعني كل شيء كيكون مفتوح على كل شيء. وانا صراحه يعني مزيانه ليا لانه ما كيجيوش عندي الضيوف، ما عنديش عائله هنايا، فالحمد لله يعني مزيانه ليا. دائما كنبقى وليداتي كيلعبوا حدايا وانا مقابلاهم وانا كنطيب، ولا زوجي كيكون جالس هنا وانا كنهضر معاه وانا كنطيب، يعني مزيانه. مهم هذا هو المطبخ، هذا سبق ليا وعملت معكم فيه جوله باكمله كما كتشوفوا. بالنسبه للاخوات اللي ما شاهدوش الفيديو غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف باش تشوفوا كذلك طريقتي وافكار كثيره على طريقه كيفاش ننظم الخزانات الادراج واشياء كثيره. ومحاولاش انني نعمره بزاف، يعني واضعه فيه فقط هذاك الشيء الاساسي اللي واضعه الفوق باش ما كيجيش عامر بزاف. واللي هي يعني كنوضع دائما الطابليت ديالي كتبقى حدايا، هي اللي كندير فيها نيت المونتاج. ولكن فاش كنكون كنشقاها كنكون دايره مثلا شي برنامج او يعني شي حاجه شي فيديوهات كنتفرج فيهم فكتكون حدايا. مباشره قدامها كاينه هذا المكان او الفضاء ديال الاكل. هاد الطبله هذه حتى هي كنت خديتها من محل ديال سيرز، كنت خديتها كانوا عاملين فيها واحد التخفيض جيد، هي ديال العود زوينه وسقات لي زوينه تقريبا هذه اكثر من 4 سنوات وهي عندي. وخلفها يعني حاولت ان نضيف واحد المرآة اللي هي في نفس اللون يعني بني غامق، وهذا بحال المرآة وهذا كيجيو زوينين صراحه في البيوت لانهم كيعطيو واحد بحال كنقولوا كيزيدوا يكبروا لك المساحه وكيجيو زوينين بزاف. وفقط يعني في الخلف كاينه هاد النافذه، هنايا وضع الكراسه ديال وليداتي. هنايا كاين واحد الباب، هاد الباب هذا هو اللي كيخرج لواحد الشرفه صغيره منها كتنزلي للجردة او الحديقة ديال خلف البيت، يعني فباش نعطيكم واحد الرؤية لان بزاف كيبغيو يشوفوا يعني كيقول كنبني ولا هذا كيبغيو يشوفوا الفصالة. فهذه هي الفصالة ديال هاد الجهة هادي كما كتشوفوا، يعني جا هاد الفضاء محلول على المطبخ وفي نفس الوقت جا محلول على صالة الجلوس كذلك. فتقريبا كان هذا يعني هو التتمة ديال هذا الطابق اللي كاين هنايا، هذا هو الطابق يعني اللي كنقضيو فيه اكثر وقت من اليوم. دابا ان شاء الله غادي من بعد غادي نطلعوا الفوق وغادي ننزلوا لتحت باش نشوفوا، لان هذا الطابق السفلي باقي ما عنديش كامل في البني ديالو، ففقط غادي نعطيكم فكره يعني اشنو فيه ومن بعد ان شاء الله نرجعوا للطبق العلوي. انا هادي وضعها على ولد الولاد باش ما ينزلوش. فبالنسبه للطبق السفلي هو هذا كما كتشوفوا، يعني باقي ما كاملش في الصلاح ديالو، مؤقتا خلينا هكا تم بعد ان شاء الله ويسر الله الامور ونكملو. هنايا بالنسبه لهادو ديال مكان ديال الصابون، فكما كتشوفوا حتى هو يعني باقي ما مقادش فيه، يعني غير آلة ديال التصبين هي هادي وفيه آلة ديال التنشاف هي هادي، يعني ضروري منهم بجوج لان هنايا كتعرفوا البرد الثلج ما كيمكنش اننا ننشرو، فضروري من هاد آلة ديال التنشاف. وصراحه صدقوا زوينين هاد لامارك، واخا ما معروفاش هاد ميتاك ولكن صدقوا زعما ماشي شي ماركه اللي عالميه معروفه، ولكن صراحه زوينين كيصبنوا كينشفوا مزيان وكيخليو حتى الحوايج زوينين. هنايا كاين غير هاد لافابو هكا الا بغيتي دوزي شي حاجه بيدك، وهاد الرفوف هادو اللي عملنا بالخشب هادو هكا كتوضعي فيهم زعما جميع المواد التنظيف كما كتشوفوا، ولا اي اشياء هكا اللي ما كتستعملش بكثره، ولا اواني اللي باقيين هكاك بالعلب ديالهم اللي تا هما ما كيتستعملوش. المهم اشياء اللي مختلفه كلهم كنحتفظ بهم هنايا.
وكما كتشوفوا في الارض لانها يعني باقي غير فيها يعني ما مصلوحاش كما كتشوفوا، ما دايره فيها لا عود لا حتى حاجه. فمؤقتا عملت فيها هاد المكعبات ديال الفوم او ديال شنو نقولوا ديال البونج، باش هكا ما كتكونش البروده في الارض، وفي نفس الوقت هكا زوينه هاد المكان. خصصته انايا غير الوليدات، هاد المكان هذا حتى هو تحت الدروج، واضعه فيه غير العلب هكا ديال الالات اللي كنشري وكنحتفظوا بالعلب ديالهم هنايا. وهذا المكان هذا او هذا الفضاء هذا انا مخصصه للاطفال كما ذكرت. هنا وضع غي الام سينما، هكا كندير فيها هكا الرسوم الاطفال، او هكا انا وزوجي كنتفرجوا في افلام مره مره. هي هذه كما كتشوفوا وضع غي هذاك الشيء في الارض، وها هو بالنسبه اللي غادي يسولوني، هذا هو البروجيكتور باش كنخدموا هاد الام سينما. هنايا كما كتشوفوا يعني واضعه غير العاب ديال الاطفال، هكا مره مره في المساء ولا هذا كنهبطهم يلعبوا هنايا باش كتبقى الروينه كلها هنايا. وفقط واضعه هاد البوفات هادو بجوج، وهاد الكرسي هكا الا بغينا نتكا ولا نجلسوا هكا. بعض المرات كنهبط نتكونيكطا هكا فاش كيكونوا ولادي كيكونوا كيلعبوا. وهذه غير آلة ديال الرياضة، هي واحدة أخرى هكا كلهيها. فصافي يعني كان هذا هو الفضاء اللي عاملة أنايا هنايا في الطابق السفلي. الدور ديال الطابق العلوي غير بغيت نوريكم، هذه حتى هي زوينه، هذه كانت هذه حامله الشموع، انا ما عمري خدمت بها، فقط عاملها ديكور. كتجي يعني هي فاش كتطلعي من الاسفل يعني كتكون معلقه في داك المكان. ودابا ان شاء الله نمشيو للطابق العلوي باش نوريكم الفصاله ديالو. واخا كيف ما ذكرت سبق ليا وعملت فيه يعني جولات، وعطيت فيه يعني افكار كيفاش مرتباه وديال الافريشه. فهنايا بالنسبه للطبق العلوي هو هذا الشكل ديالو كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الابواب اللي كتشوفوا عندي هنايا ثلاث غرف نوم، وعندي حمامين، واحد في غرفه النوم الخاصه بيا، وواحد هنايا اللي كنعتبروا يعني ديال الضيوف، وفي نفس الوقت الاطفال حتى هما كيستعملوه بزاف. فنبداو بهاد الغرفه هذه. هذه بطبيعه الحال راه سبق ليا وعملت معكم جوله خاصه فيها، وكنت قلت لكم التغييرات كامله اللي كنت عملت فيها، لانها ما كانتش بحال هكا، كانت عاديه بزاف، وضفت ليها يعني عملت فيها لمسات كثيره انا وزوج ديالي. ولا بغيتوا تشوفوها بالتفصيل فغادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. ومتما موجود الحمام اللي تهو عملت معكم فيه فيديو خاص، وريتكم كذلك الطريقه ديال الديكور والتنظيم. فقط هو مؤخرا عملت فيه يعني تغييرات بسيطه، حاولت ان ندخل فيه اللون الاحمر في هاد السله هذه كما كتشوفوا هنايا، دخلت هاد الديكور هذا. وكذلك هاد حامله الشموع ضفت لها بعض الحامله يعني في الاحمر. ومهم الا بغيتوا حتى هو تشوفوا الطريقه ديال التنظيم ديالو وديال الديكور ديالو بالتفاصيل المملة، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. فكان هذا هو الحمام ديالي. كنجيو هنا كما كتشوفوا هذه هي الغرفه. فبالنسبه لهذا الباب هذا هنا كاينه موجوده فقط غرفه او خزانه ملابسي مؤخرا، ماشي بزاف، كنت عملت معكم الطريقه كيفاش منظمها، وعطيتكم كذلك افكار كثيره بالنسبه للخزانات الصغيره كيفاش يمكن لكم تنظموها. وكذلك عملت معكم في نفس الفيديو طريقتي في تنظيم الادراج، ويعني كيفاش بزاف الاشياء اللي بغيتوا تشوفوهم ان شاء الله. ولهي فقط موجوده خزانه او غرفه ملابس زوجي عفوا اللي كتعتبر يعني صغار من هاد الاولى اللي وريتكم. نجيو هنايا كما كتشوفوا هذا هو الكولوار. عندي هنايا حمام كما حتى هو وريته لكم في فيديو خاص، هذا حمام اللي كنعتبروه يعني ديال الضيوف قلت لكم، ولكن الاطفال حتى هما كيستعملوه بزاف. اللي حتى هو شفتو كي معامله باللون البني والذهبي. وهنا فقط التغيير الوحيد اللي عملت هو عملت هاد السله هذه مؤخرا، كنت عملت فيديو وريتكم يعني كيفاش عملت افكار ديال سلات الحمامات باشياء اللي بسيطه. الا بغيتوا تشوفوا مهم هاد الافكار ديال هاد الفيديوهات كلها غادي نخليها لكم في صندوق الوصف.
هنايا كاين فقط واحد الخزانه عاملها يعني خاصه كلها بسلات في طبقات ومنظمه فيها فقط الفوط والافريشه الرقيقه، مهم اي حاجه عندها علاقه بالافريشه. نجيو نشوفوا هنايا. فبالنسبه لهاد الغرفه هذه غالبا كنعتبر انها غرفه الضيوف، لان مثلا من كيجي عندي شي افراد العائله هكا من المغرب، فهذه الغرفه اللي كنحاول انني نجهز لهم. هي صراحه هي كتعتبر غرفه الطفل ديالي الصغير، ولانهم باقيين جوج صغار فيهم، فحاولت انني نخليهم يعني مجموعين في غرفه واحده حتى من بعد ان شاء الله ونقسمهم. فكما كتشوفوا بالنسبه للفراش حاولت ان نعملو هكا هاد الكوفر لي هكا مزيج كله ما بين البنفسجي والازرق، وفي الخلف واضعه واحد الطابلو. هذاك صراحه كان عندي في بيت الاخر، ولكن منين كنت بدلت الديزاين ديالو فجبته هنايا. وفي جنب السرير وضع هكا واحد الطاوله صغيره يعني فيها فقط يعني ديكورات لي خفيفه. وهنايا هاد الخزانه هذه فقط كنحتفظ بها يعني في الشنط والحقائب ديال السفر، الافريشه يعني الكبيره اللي ما كتستعملش هكا، فكنحاول انني نخزنها فيها. وصافي تما كاينه واحد النافذه، وكان هذه يعني هي الغرفه ديال الضيوف. وانا صراحه كنستعملها بزاف في طي الملابس يعني فاش كنصبن هنا، هذه غالبا هي اللي كنجي كنطوي فيها الحوايج. وهنايا موجوده غرفه اخرى، هذه هي غرفه الاطفال ديالي، فهذه ما غاديش نحاول ندخل ليها لان اطفالي متواجدين فيها حاليا. الا بغيتو تشوفوا يعني فسبق لي وعملت فيها جوله وكنت عطيتكم فيها يعني افكار كثيره على طريقتي في تنظيمها وترتيبها. الا بغيتو تشوفوا الفيديو غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وكان يعني هذه هي الجوله باكملها.